مفتي أبو عملة بيقول دافع ضرائب تعبد لله ولا يجوز التهرب منها. الناشطين طلعوا علقوا على تويتر على كلام المفتي وطلبوه بالحديث عن حقوق المواطنين المنهوبة، زي ما هنشوف كده لو في تغريدات. إنما الناس مسكت المفتي، ولا أدري المفتي بيجيب منين دم يقول الكلام ده. اسمع كده. أتعبد ربي بدفع الضرائب، فإذا كان الأمر كذلك فكل ما يتخذه ولي الأمر فيما لا يتصادم مع القطعيات فإنه تجب الطاعة. وهذا استنباط من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا أنا عندما بس هو فين على طول اجري على الزوجة الثانية، على طول اجري علي، اجري على الزوجة الثانية، على طول اجري على الزوجة الثانية وهات حسن البارودي. ما تجيبش ده، هات حسن البارودي هو بيقول يا ابو العيلة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يلا بقى يا علي، علي سهلة جدا. أنا هقرا الكلمتين دول لحد ما تجيب الاثنين وتحطهم قدام بعض. هات لي هات لي شيخ السلطان المغشي علي ثمن الفتوى. الأستاذ مصطفى عبد السلام بيقول ثمن الفتوى الحقيقة، أجيبها هنا يا علي عشان أقراها. التمديد ست أشهر أخرى، وآدي حد قال كسر حقك يا بعيد، إلهي تتشوي في جهنم مع الحقير اللي مقويك، بكرة يرميك زي ما رمى غيرك. تيت قال لك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفس بس هو أداء الحقيقة، أداء الأستاذ البارودي أحسن بكتير جدا من أداء المفتي بالجملة دي، أو سوري بالآية دي بيكسروا الناس بالآية دي تحديدا وما بيكملوهاش. يعني هو يقف عند الآية دي وما يكملهاش، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أو يلا بقى الاتنين جنب بعض يا علي، سمع الناس. على فكرة ده سعد الدين وهبة، على فكرة ده صلاح أبو سيف، على فكرة دي سعاد حسني، على فكرة ده شكري سرحان. الاتنين جنب بعض بقى، فيرجن الستينات وفيرجن الألفينات. العب بقى كده يا علي. شوالي وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منهم. بس أنا أتعبد ربي بدفع الضرائب، فإذا كان الأمر كذلك فكل ما يتخذه ولي الأمر فيما لا يتصادم مع القطعيات فإنه تجب الطاعة. وهذا استنباط من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا أنا عندما شكرا 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 وشكرا للأستاذ الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وشكرا لصلاح أبو سيف اللي توقعوا إن المفتى أبو عملة هيطلع يقول الآية الكريمة دي: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبعدين قال لك أنا شيخي كمان كان بيتعبد بالضرائب، أهو قعد 20 سنة يتعبد لله بدفع الضرائب، دفع ضرائب 20 سنة بس شيخه. كان بقى دافع مش مشكلة، لكن دي طريقة جديدة يا جماعة، ممكن أي حد فيكم مزنوق في التعبد لله يتعبد بدفع الضرائب.